إنجازات عديدة حققها قطاع البترول خلال السبع سنوات الماضية في عمليات البحث والاستكشاف والإنتاج، ويأتي تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي والعودة للتصدير واحد من أهم تلك الإنجازات التي تحققت، حيث ارتفع إنتاج الغاز الطبيعي في مصر إلى مستويات كبيرة فاقت 7 مليارات و200 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا، والتي انعكست إيجابا على نمو الاقتصاد المصري. وصلنا للاكتفاء الذاتي للغاز الطبيعي، بل كمان استئناف التصدير، وأيضا عندنا قدرات للإنتاج أكتر من إمكانيات الاستهلاك السوق والتصدير. وجاء توصيل الغاز الطبيعي للمنازل ليحقق ضفرة كبيرة خلال السبع سنوات الماضية، حيث تم توصيل الغاز الطبيعي إلى 12 مليونا و600 ألف وحدة سكنية منذ عام 1981 وحتى الآن، منها 6,500,000 وحدة سكنية تم توصيل الغاز الطبيعي إليها خلال السبع سنوات الماضية. نعمة من عند ربنا، أحسن نشيل الأنابيب وأحسن من نجعل بتاع الأنابيب. كنا بنعاني من الأنابيب البوتاغاز، ودلوقتي من ساعة ما دخل الغاز إحنا دلوقتي أحسن كتير، يعني أرحم من الأنابيب كتيرة. يعني كنا بندوخها أول ما تخلص الأنبوبة ندوخ ونتعب وبتاع. الله بارك له، الله بارك له بجد والله، وربنا يخليه لنا. السيسي ده حبيبي الملايين. نشكر اولا سياده الرئيس السيسي على الخدمات الجميله اللي قدمها لنا دي. مشروع تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي كوقود حقق زياده كبيره في اعداد السيارات المحوله، حيث لاقى المشروع اقبالا كبيرا من قبل المواطنين لتعدد مزاياه. كويس جدا، يعني الغاز الطبيعي موفر وغير مضر للبيئة ما شاء الله، يعني موفر في الفلوس، والعربية ماشية كويسة، ما فيش أي أضرار منها خالص. والله حاجة موفرة، حاجة كويسة جدا. يعني أنا كنت مثلا باخده من شهر أول بيكلفني كتير جدا، حاليا الغاز موفر معايا جدا يعني، والسحب كويس برضو، أحسن من البنزين برضو كتير، أفضل كتير جدا جدا من البنزين، وأوفر كتير. أوفر مثلا معايا بتاع حوالي 120 جنيه في اليوم. انا استهلاكي في اليوم تقريبا 200 كيلو في اليوم تقريبا، فلو كملت على كده عايز لي صفيحه بنزين تقريبا ب 160 جنيه. انا ال 200 كيلو بيعملوا معايا اسطوانه غاز بحوالي 55 جنيه. شغلي في القاهره وباجي من الشرقيه، فبالنسبه لي موفره جدا جدا جدا. خدمه ممتازه فعلا، وفيها توفير جامد، وبتساعد يعني كتير الناس في ازاي ان الواحد يبقى يعني قادر انه يوفر. كل ما ذكر هو قليل مختصر من كثير قدمه قطاع البترول خلال السبع سنوات الماضية، وما زالت الإنجازات تتوالى. أحمد أبو علم، التلفزيون المصري.